فكرنا بعصر نيرون، لكن شوف نهاية نيرون وشوف نهاية دقلجانس. قبل منك كان أنور السادات وقف ضد الأباط وضد البابا وفتح المعتقلات واعتقل البابا والكهنة والعلمانيين، وكانت النتيجة إنه اتقتل في يوم فرحه في يوم نصره. بنقول له اللي انت بتعمله هيخليك لازم تشوف نفس المصير. انت ناس ان الاقباط ليهم اله قوي، واللي ما تعرفوش ان اله الاقباط قال ابواب الجحيم لن تقوى عليا. احنا مش عايزين حمايه حد، عايزين حمايه ربنا، لكن علينا دور نعمله، نسمع كل المجتمعات ونسمع كل الناس ايه اللي بيحصل لاهالينا. دم الاقباط هيترطب، ولو ما اتحاكمتش على الارض هتتحاكم قدام ربنا، ويا ويل الانسان اللي يقف قدام الكنيسه. ربنا يقبل كل صلواتكم ويقبل كل هتافاتكم ويقبل محبتكم، ويا ريت دي تكون بدايه وما يكونش ليها نهايه، ما تكونش فورة كده اهو نتيجة حدث حصل وبعد كده نرجع كل واحد للوضع القديم بتاعه.